السلام عليكم ورحمة الله، تحية عطرة وأمسية طيبة. جميل أعزة وزميل الأصدقاء وزميل الشيوخ والأساتذة، وتحية للناس اللي داخل أرض الوطن والناس اللي خارج أرض الوطن، الأصدقاء واللي تحشناهم ومتحدين بسمعنا الأصوات تاعهم اللي هما على رؤوس الأصابع، ونتمناهم يكونوا في أحسن الأحوال. وتحية للشيوخ تاعنا والأصدقاء، وتحية دائما دائما للجدرة اللي صرحت الله بفضل الله تعالى وبفضلهم. الحمد لله الطائر الحسن المراكشي المغربي، ربما تنقول دائما المراكشي المغربي، لأنه كيف تعرفوا جميع الإخوان لا في أرض الوطن ولا في خارج مدينة مراكش ولا في جميع المدن المغربية، بأنهم تنقولوا المراكشي والقواعد المراكشية، لأنه الحمد لله الله من عندنا بعض التطويرات هادو واللي طورت الجميع. مي تنقولوا الكلمة هادي، تنحاولوا باش بعد الموديل اللي صرحت الله أنه المغرب كله الحمد لله غني بطائر الحسن. هادشي لا نقاش فيها الإخوان، وتعرفوا الجميع الحمد لله طائر الحسن غاني في المغرب بمجموع. تيتبدلوا الثقافات الإخوان، تيتبدلوا الثقافات، وكاينين ثقافات عريقين، كاين ثقافات عريقين، لأنه مي تنقولوا القواعد المراكشية وطائر الحسن المراكشي المغربي، لأنه دابا جميع المدن المغربية وجميع بعض الإخوان والأصدقاء اللي خارج أرض الوطن، إنه بكثرة الاحتكاكات بعد المجموعات وبعد الإخوان تنتواصل معهم، فدائما تبقى القواعد وتبقى كي تنقولوا هذا الكلام، هذا التغريد المهم كله كي يشير ليه، التغريد تبقى تحبوا جميع الناس اللي تحب طائر الحسن والقواعد تاعو. انه ممكن لكش تحب شي طائر وشي تغريد الا ما كنتيش تتحب الداخل تاعو، والداخل تاعو هو القواعد. ومتى نقولوا القواعد الاخوان هما اللي تحبوا الانسان الطائر مع اي هوايه تتحبها، اللي تكون داخل ليها اي ميدان اي حاجه، ولو نقولوا ماتش الكره، ملي تكون تتفرج في ماتش الكره ملي تولي تعرف طريقه اللعب تلعبها وطريقه تاعت كيف خص يكون لعاب وكيف خص يوقف وكيف خص يمشي وكيف تي ماركي وكيف تي فانتي وكيف تي يهز عينيه في التيران وكيف تي يشوف في التيران. يعني ماشي كل شي لعابه تيكونوا الاخوان في التيران هكاك، تيكونوا ميزين. والدليل على هذا هاد جوج تبارك الله اللعابه اللي كاينين، تنقولوا كريستيانو رونالدو اللاعب الريال المدريدي، ولاعب ميسي اللاعب البرساوي اللي تيحبوا الناس البرسا وتيحبوا الناس ريال مدريد، ولو بعد البرساوي يزيد تعصبوا لكريستيانو. المهم هذا اما من باب البسط ومن باب بينا نقربوا شي اشياء باش نفهموا الاخوان اش تنعليو بطائر الحسن والقواعد. انت تفهم الطائر الحسن كي تفهم الطويله هذا، كي تنقولوا تتبان لك شي كره تقول كون يعطيها لي ولا كون يماركها ولا كون دار ليها هكا ولا كون دار ليها هكا، كذلك تنظروا على القواعد، كون يدير هاد باجباطي هكا، كون يدير هاد الخريج هكا، كون قال هادي هنايا. كيف تنقولوا دائما بحال تنقولوا الثلاثيات، تنقولوا بحال نقولوا كسره 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 كسري هكا سبيل المثال، اذا قال كسره 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 تشاه تتقول الله كون قال فوق منها شي قطعه شي قله قلاوات اللي تيتسموا بالثلاثيات في البريم بالنسبه للبريم تاع المغرب مجموع. تنقولوا بحال شي مهم القواعد، ما معنى القواعد هو الخريج تيكون تتجي فوق منه اللعيبه الزوينه، بحال تنقولوا جا 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 تشاب بحال هكا، ما غاديش نقولوا جا 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 قله لا ما تتجيش نقولوا ولا لا ولا 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 وتشا ولا لا ولا 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 حرفيه، ما غاديش نقولوا لا ولا ولا وتي لا ولا 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 وتي سبيل المثال، هادو هما القواعد.
وبحال كي تنقولوا تاني كيف ناضرنا على هذا الموضوع هذا الاخوان، بحال تنقولوا تيبرس تيبرس سيقولا سيقولي سيقولا سيقولي 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 لو 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 نقولوا تنقول محبوبة تقال سيقولا سيقولي سيقولي لو 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 لو، ولكن ما تنقولوش محبوبة ول 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 تسبات 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 تسباتي، ما محبوبات ول 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 تسبات تسبات تسباتي تي 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 لا تنقولوا المحبوبة ول 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 تسبات 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 تسباتي هاكا. وطير ملي تيوصل واحد القمة المهم كيف تنقولوها الإخوان، وغادي نعاودو نهضرو في موضوع ان شاء الله مفيد درس ان شاء الله في هذه المساله تاع ملي تيهيج الطير، امتى تيتني اللعبات، امتى خصو يتنيهم، امتى ما تيتلامش، امتى يعني درس ان شاء الله اخر. ولكن ملي تيولي يلا تيبدا تيهضر يلا تيبي ستين توا تنقولو هاد المسائل هما اللي تيقول خليه الا بدا تيقفل بغا يتجاوز ولا تابعه على البيض ولا حط فراخو انه جميع المراحل والكلام تاعهم الاخوان. هذا الشيء اللي علمتنا الطبيعه وعلمونا الشيوخ، ما تنقولوا الشيوخ الشيوخ اللي دوزوا الطيور وسجلوا الطيور، انه دابا تقول فلان طيرو سبق التعريف تاعو هو، تطلق شي طويل تسمع طويل تقول له ودي الطوير تاع بان ميلود، نقول في سبيل المثال هاد الطوير تاع بان ميلود، مثلا نجي نشوفو بان ميلود تلقاو بان ميلود واحد السيد اللي تبارك الله فات 90 عام وكسب الطيور باقي عنده 10 سنين ولا 12 عام، يعني شوف تبارك الله شحال عنده في شوف شحال تبارك الله عنده في الكسيبه في الهواية تاع الطائر الحسون، واللي زايد على هذا هو عنده طويرة تسجلهم واحد الوقت ما كايناش الناس ما تلقاش المسجلة، وهادشي تيعرفوا العالم تيعرفوا ماشي مدينة مراكش ولا المغرب العالم. لهذا بعض الإخوان تنسمعهم تيهضروا بعد تيتكلموا في بعض الفيديوهات، المهم ما يمكن لك ترد على الإخوان لأنه كل داكشي اللي تيعرف تيقول، ولو إنسان كاين اللي تيقول شي كلام اللي ما منطقيش و المهم حنا تنحترمو كلشي. كاين انسان تيوصل واحد المستوى واحد اللاج تيخصو يحاول بانه راه كاين واحد اللاج اللي تاع الانسان اللي كانت كلمه موزونه ومعقوله وكاينه يقولها انه هاد البلاوات تبارك الله هي تقول هي تدي لاكوتي زيرو هنا، يعني الانسان يحط نقط على الحروف. انا الحاجه اللي بغيت نوصلها لك السبعه جميعا تنحيو هذا المنبر وتنحبهم كاع اللي تيحب طائر الحسون وتيهضر على طائر الحسون بديك الحراره وتيبي وما بغاش يضيع وما بغاش يتقاد، وكاع حنا مع المياه والغابات مع المياه والغابات باش طائر الحسون ما يتمشيش البيض اللي يصيد فريق ولا جوج سباس ما كاين بيكسبوا سباس ما كاين ماشي البيع والشراء بغا يكسبوا يا زوز، ولكن تيجيب العش والبيض من اجل باش نقولوا يترزق فيهم مع الله. فالله سبحانه وتعالى الى سد باب الاخوه تيحل الابواب، كاين ابواب اخرى للرزق. هذا الطوير بدا الانقراض ارا نحاولوا نكيسوا عليه بيناتنا، حنا ما ندخلوا لا مياه لا غابات لان ولا منا كيسوا على ربنا كيسوا عليه بيناتنا. المياه والغابات الاخوه راه ما عندها ما تدخل، انا ما تنامنش بالمياه الغابات وبزاف المسائل، راه كاين المياه والغابات يجيب لك الطيور يبيعهم لك. المهم تحيه للناس اللي تخدموا في جميع الوظائف تاعهم بالشفافية تنحيو مع هذا المنبر تيخدموا بالشفافية وتيخدموا بالمعقول، تحية ليهم مع هذا المنبر. وقلت أنا هاد الكلام هادو لأنه بزاف الإخوان تيقولوا بأنه راه كاينين اللي تيقبضوا الطويرات وتيبيعوهم، المهم يعني تتكتر الهضرة تنقولوا تطيح البقرة وتكتر الجناوة. وتنتمنى من جميع اي كي تنهضروا في الطائر الحسومي تبي تهضر عليه تعرف عليه الشده والفده والتاريخ تاعو، كي اللي بغيتي تكون عاود شي حاجه تكون عاوده موثوقه وعايشه تكون شي حاجه اللي تكون موثوقه. المهم نتمنى الله سبحانه وتعالى تكون هذه الرساله واضحه. اما بالنسبه للاخوان اليوم بدنا نتكلموا على التطويرات، التطويرات التي يجيبوا دوك الخرازات والتي يحفظوا الخرازات ولا دابا في هذه الاواني الاخيره ولينا تنسوا الاخوان تيديروا شي لعبات الطوير الطائر اللي حسن باش يقولهم على سبيل المثال بعرف يقولوا حداديه ولا يا تركيه ولا خادم الجناب ولا حسنيه. اللي بغيت نوصل انا الاخوان جميعا بانه الطائر اللي حسن ما معنى حداديه ما تنقولهاش بصوت الحداد بصوت الطائر اللي حسن محسنه، يعني انت تكون هي رسول الطائر اللي حسنا الاخوه تتكون محسنه، ولكن ملي تكون طارقه باش يقولها الطائر الحداد الخلوي باش يقولها الحسن لا
ما مستحبش. هي نقولوا تيقولها، ما هي ما فيهاش العيب، عندها التنقيط تاعها دائما ترجعوا لورقات التنقيط، عندها التنقيط تاعها ماشي في السلبيات، هي في الايجابيات. ولكن طيب الحسن اش نقولوا حنا، بحال نقولوا سبيل المثال ديك تاتزتاتن تاتزتاتن تاتزتاتن، تيقولها تيقولها الحداد دوريجين. ولكن الحسن تيوظفها، بحال نقولوا الحداد تيقول لها تاتزتاتن، خسكي 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 خسكي، بوسيدي بوسيدي بوسيدي، تختلف على المناطق، تختلف على المناطق. الحداد تيقولها انه الاخوان من تمشيو اي منطقه تنسمع الحداد كل تيبان لينا تيتشابه، تنسمعوا لي اطراف كلها تقول بيتروك بيتروك كيترا كيترا، نقولوا سبيل المثال تنسمعوا العصفور كله تيقول قرر طر شا 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 شا، تنسمعوا السميليس خس 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 بحال، تنسمعوا البوح المهم الحسنية كذلك كلهم تنسمعوا الحسنية، تبدا تنسمعوا تقول اتس 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 زد، ودوك القطعه تاعها اللي هما تعدى عند مخنين. المهم اللي بغيت نوصل للاخوان انه سمعت الاخوان تيتناقشوا تيسولوا بواحد النبذه على هاد الكلمات هادو، فحاولت نتطرق بعد الظروف اللي انت مصطور الانسان شويه، ولكن غادي نتكلموا هذه ان شاء الله ضروري مره شويه، نعاودوا نتناقش شويه مع الاخوان. فتحيه لجميع الاخوان المهتمين بطائر الحسن والقواعد تاعو. اللي بغيت نقول للاخوان على سبيل المثال الحداديه، تيقولها الحداد تاتات، وتيقول لي عم مقنين تاهو تاتات، لا اسم الاسم تاع الطائر الجميل، طائر الاستثناء، الطائر اللي سبحان الله دي ميزة على جميع الطيور. انه الاخوان كاينين الطيور اللي تنقول تتقلد، كاين الطيور اللي تتقلد، كاين الطيور اللي تتحفظ وتتطور، وكاين الطيور اللي تتقلد. ولكن الاخوان ملي تنقولوا الحسن، فالحسن تيحسن، ربما راه هضرنا في هاد التسادة بصير مرة ولا ماشي جوج تخطرات، تتسمى طائر الحسن، طائر يحسن الكلام. لماذا سمي طائر الحسن؟ لأنه يعني يحسن الكلام الطيور. والطويل الحسن ملي تيقول هو شي كلمه في الخلا تيجيبها في الخلا، ملي تيكون نقولوا تيسكتوا الطيور. علاش دابا طائر الحسن كاين بعض الطيور اللي تيقول شي تروكيه، كاين شي طويرات الاخوان كنا تنقبضوهم انا ذاك ديك الختام، كانوا الطويرات في الخلا وكان الخير موجود تبارك الله، وكان كانوا شي طويرات تيقولوا شي لعبات، نقولوا تراك 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 تري بحال هكا، تنقولوا لي هذا خريز هذا ابراهيم وابراهيم. المهم هاد الخرازات اللي تيقولها الطويرات هادو ما تيبقاش تي بحال تيسكتو با، وتيبدا تيسكتو الطيور تكون واحد الفرخه الاخرى تتولي تتدي من الطويرات اللي في القرب تاعها في المحيط تاعها لا تحفظ، تيجي با هو يعني تيجي با، تنقولو سبحان الله العظيم هاد الخريج هذا اللي قال بحال تنقولو بحال في ملياطروك، بحال قالو بحال قالو في ملياطروك، بحال قالو لياطروك، ما تيقولوش دوريجين تيحسن عليه طائر الحسن، ولكن بحال الا قالوا يا طرق. علاش الاخوان تنقولوا تيحسن المقني في سبيل المثال، تنعاودوا نرجعوا للقواعد المراكشيه، القواعد العريقه، القواعد اللي ما تيتناقشش عليها جوج. نقولوا سبيل المثال بنهضروا في الحداد، وغادي نهضروا الاخوان في اللعبه في الحداد، ونهضروا في اللعبه فين تتقال، واللعبه فين تتسنى، والتاريخ تاعها والمرجع تاعها وكيتسنى. غادي نقولوا على سبيل المثال هاد اللعبه تيقول الحداد اللي بدا تيطير بها، تيقول تات حنق زعما من حجره من شجره شجره من غصن لغصن، الا كان عايش تيطولهم. تيجي مقلنا شي يقول ليه، تيقول ليه انت قلتي تات اسمع انا كي بغيت ندي لها بغيت نحسنها، اسم على مسمى على سمى الحسن، تيقبضها هو شي يقول ليها، تيقول ليها بسيدي 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 بسيدي. والله الاخوان اللي كنا تنقبضوا طويرات في هذا النمط، هذا النمط طويرات في هذا النمط كانه الحداد تيحنقص، الله يرحمه ولي العربي. واحد الصديق تاعنا كان جاب واحد الطوير
مولد الشحذة الحداد سبحان الكبير الشهيد. هو يقول لي مولاي العربي الله يرحمه ويرحم امواتنا جميعا المسلمين، انه مولاي العربي كيف استعاف العالم ماشي هنا مراكش الحمد لله، دابا التواصل الاجتماعي ولا الجميع تعرف الناس اللي ميزه والناس اللي سجلات والناس اللي عندها تاريخ والناس اللي دوزات، يعني ما باقيش شي يقولوا الشمس ما تتغطاش بغربه. هو يقول لي شوف الحداد تيحنقز من غرس للغرس، نطلبوا من الله حسن سيدي حسن الكلوب يكون في احسن الاحوال. حتى سمينا على الاخوان هاد الصديق تاعنا اللي تعرفوا الجميع تسمينا عليه بحسن الحداد، اول واحد تيسمي عليه بحسن الحداد هو عبد الضعيف. تنقول ليه بحسن الحداد علاش؟ لانه كان تيجيب هذاك الطويه تيحنقز في القصبه بحال الحداد تيحنقز من غصن غصن غصن. هي الحداد تيقولوا بطريقته والحسن تيحسنوا بطريقته، والجدورة الشيوخ اللي سماو الخرازات وسماو اللعبة كيتلمل من عليهم وفخر لينا نقولوها صباح وعشية وفي أي ندوة في أي جلسة وفي أي مجموعة. هو مولاي العربي خليفة قال لك اسمع السي خالد الحداد تيحنقز من غصن الغصن، وطوية في سيدي حسن تيحنقز من القصبة المعلفة وتيقول بحال الحداد. الله يرحم مولاي العربي ويرحم جميع الشيوخ تاعنا، مولاي العربي خليفة الله يرحمه ويرحم جميع الشيوخ بميلود سي بوجمعه بدريس مول ولده قدال، المهم الشيوخ جميع اللي خلاو واحد البصمه وخلاو طويره طول. نعم تنقول واحد الشيخ تنقولو طويره، ترجعوا للتاريخ تاعو فين تسجل فين تقبض وتيبقى جيل تيقبض على جيل. المهم تيكون هذاك الشيء متوق ماشي عشوائي، ماشي كي تيهضروا بعض الناس العشوائيه الله يهديهم الله يهديهم الله يهديهم. وتنحيي الناس اللي صراحة الله تتهضر بالمنطق وتتهضر، تحية لها من هذا من برا، كاين الناس وأصدقاء على رؤوس أربع اللي تبارك الله في القواعد، ماشي الناس من مراكش ولكن الناس من الدار البيضاء اللي راه تنقول إذا سمعوا من الدار البيضاء تيعرفوا راسهم. تحية للأستاذ الكبير السي حمودة، الأستاذ الدكتور السي أيوب والسي سفيان والسي ربيع، الأسماء رانا والناس المدينة الجديدة والناس المكناس، ما تنبغيش نقول الأسماء باش باش الإخوان ما انه كاين اخوان اللي ما يمكن لكش تفكر كل شيء، انه انا بشر انسان والانسان اسمع له وسمى تنسى بعد، يمكن لك تذكر بعض الاخوان تنسى بعض الاخوان. تنتمنى من الله سبحانه وتعالى الاخوان اللي ما تنذكرهمش يعرفوا بانهم راه في القلب وراه على رؤوس الاصابع، وراه تنحييهم لانه ما ردوني الى الطائل الحسون بعد ما الاخوان كنا بغينا نتازعوا الله يجعل البركه، ولكن ملي جاوا الاخوان اللي فهموا وتبارك الله تناقش معاهم كانك تتلعب. شوف دابا نمثل لكم هضرنا بكره القدم، دائما تعطيو الامثله بكره القدم كانك تتلعب في التيران الكره وكاين اللي تيفهمك تيقول لك دوز تيعطيك الباس طوال. فتحيه لهاد الاخوان هاد الجزور هاد الشيوخ اللي تنحيهم هاد المنظمه اللي تحبوا طائل الحسن بالقواعد تاوعو، وتحيه للجميع 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 الاساتذه، وتحيه للمقدم انس منظم المنبر المقدم اللي عنده واحد التاريخ وعنده طويرات والحمد لله اللي العالم تحفظ بهم العالم تعرفهم. تحيه الاستاذ الاساتذه الاستاذ اسامه منظم المنبر، تنحيه الاستاذ اللي تبارك الله اسمينا نقولوا اذا تعطيو الناس بوجور غادي نعطيها لنا جوج، تنحيه منظم المنبر وتنحترمو لانه في المستوى العالي. وما نهضرش على الاستاذ الاساتذه السي حسن المخنطر سافر مدرسة مولاي العربي بامتياز، لأنه السي حسن المخنطر من الناس اللي صراحة الله كان عندها واحد العمل في طائل الحسن والقواعد تاعو، أنه السفير أينما رحل وارتحل. صراحة الله تنحيي من هذا المنبر لأنه دار واحد العمل جبار، العمل لأنه تستاهل ولو بيتخلصوا عليه ما يقدوش ذاك الشيء، ولكن داروا في سبيل الله في سبيل الطائل لانه كان بيضيع بالقواعد تاعو. لانه ولينا تنسمعوا الاخوان بعد شي اسماء شي شي خراجات شي لعبات تاعو، وبعد عرفتي دابا الانسان الا ما تيفهمش ما تيعرف، لان الناس بعض الناس في مراكش ولا الناس خارج مراكش ولا خارج الديار المغربيه، فملي تيشوف واحد الانسان اللي تيكون عليه الاضواء ولو ما تيعرفش ولو تيهضر بدون عين بدون تجربه بدون الناس تيقولوا راه هنا طاح اللويز. ولكن السي حسن بفضل الله تعالى وتعو بالعمل الجبار انه وصل المعلومات وحط النقط على الحروف ووصل القواعد اللي تنسمعوها هاد الناس
اللي تبارك الله كي تنقول بحال الطلبيات يهضروا على القواعد عاصمة نحيوهم هذا من البر، انه كانوا الاخوان بغيو يمشيو بعض الاسماء، انه وليت نسمع شي اسماء ما اتى بها من سلطان. فتحيه سيدي حسن المخنطر وتحيه للجزوره جميع اللي تحب طائر الحسن. رجعوا بالنسبه للكلمات اللي تنقولوا خص يقولها طائر الحسن، كي تنقولها الاخوان طائر الحسن بلاتي تي طولت عليكم الاخوان، ولكن ربما ضروري منكم. تنقولوا تيحسن طائر الحسن هنا فين ما معنى تيحسن، كيف تنقولوا هو تيقول في الغصن نادو مو الطيور الملقنه طائر الحسن، هادو هما تنقولوا الاساسيده خادم الجنان الحداد الحسنيه ليطرق القبعة جميع الطيور المغرده في الخلات يحفظ منها طائر الحسن. ولكن هو تيحسن تيسمع تبتبيتا تيرد جوج ثلاثه تيسمع جوج تبتبيتا تيردهم لعبات. فتحيه طائر الحسن وتحيه الناس اللي تتفهم طائر الحسن، وملي تكون تتفهم طائر الحسن ربما راه الانسان تيكون تبارك الله عطي الله الذكاء. كيف تنقولوا طائر الحسن؟ انه علاش هذه الكلمات ما يمكنناش نقولوا يحفظ لنا طائر الحسن ويعطيو حداديه بحال هكا تاد الزاده ونقولوا تحداد؟ لا، حنا طائر قواعد طائر الحسن خصو يسمعها ويقولها هو بنمطو. ما تنقولوا با سيدي با سيدي، تنقولوا ودي هذه با سيدي با سيدي الطوير هذا با سيدي تيقولها الحداد. احنا سالينا من شكون اللي تيقولها، يعني تيقولها الحداد هذا موضوع بوحدو، ولكن ارى شكون اللي تيقولها في الطويرات في البلاد وعند من دازو وعند من كانوا. تنقولوا هذا الخريج تيقولوا احنا غادي نقولوا المعلم واحد هو سيدي حسن الكلوب، الله حسن الحداد الكلوب ملقب الكلوب. تنقول هذا با سيدي تاع الطوير سيدي حسن هو الغابه ولاد الغابة، تنقول هادو ولاد الغابة. كذلك الحداد تنتقل لخريج اخر تنقول ليه براتيتي سامي ليميتين براتيتي خسكي خسكي هما تيتي. المهم وكاين هاد اللعبات اللي يطرق تتشاركها معهم. المهم دائما حنا تنتصنتو الحسون كي بيقولها من فم الطائر، نقولوا طيور اللي تتلقنو الاساسيدات الخلا تنسينو الحسون كي بيصح لهم الخرج. عاد داك الخريج كي قال لي تنشوفوا اين المنطقه اللي تيقولوه، واش الغابه واش نقولوا واش غدار واش طاروميت واش حمت البقال واش الكحيلي واش تعاود معايا واش. المهم اي وكر داك الحسون صلح هذاك الخريج اللي قال داك الحداد ولا اليطرق ولا ما تنقولش انا الحداد، تنقول جميع الطيور. اي خريج قالوا داك الطويرة الحسون وحنا تنصفوه الطويرات فين تيكونوا ديك الماركه. بعد تنقولوا با سيدي تيقولها ولاد الغابه بلاتيتي تيقولها ولاد الكحيلي، كي تنقولوا تيبرس 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 اليطرق لا ولا 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 ولا، تنقولوا تيقولها ولاد قدار عاد راه بلا ولا ولا. شكون ينقص ملي تتقولها عاد نقولوا تروا 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 تشاع شكون اللي تيقولها عاد ثاني. المهم طائر الحسون تيخصو يحسن الكلمه اللي تيقولها الطائر في الخلا باش نتبعوا القواعد ونتبعوا نقولوا. انا دائما تنحاول نحتفظوا على القواعد ونحتفظوا على الموروث الموروث اللي خلاو لنا الشيوخ. وتحيه لكم واسمحوا لي اذا طولت عليكم وانا ان شاء الله لينا لقاء غادي نديروا دروس مره باش تعمل فائده باش هذا الطائر ما يضيعش لينا بين يدينا. بعد الناس اللي ما عندهاش واحد نقولوا ما عندهاش تجربه وما زالت الشيوخ اي كسبوا الطيور وصيدوا الطيور. وراه الاخوان باش تعرفوا دائما راه اللي كسب الطيور وصيد الطيور دارهم في القفوزه راه ماشي بحال اللي داقهم، ماشي بحال اللي داقهم وعاشهم. و كاين الفرق شحال عام واحد صيد الطيور 200 عام، ولكن مسكين راه وربما تطلق ليه طير وما تيعرفوش. وتحيه لكم جميعا الاخوان والمقدر والمخنطر استاذ الاساتذه السي اسامه والاصدقاء طفوله واصدقاء العمر والشيوخ اللي تلمدنا عليهم اللي حي اللي طول لهم العمر واللي ماتوا نطلبوا الله سبحانه وتعالى يجعلهم في جنات النعيم.